احنا بنلعب قاليه ما مسلمين نخاف شوفها دي عم بتهير هاي كل يوم كل يوم استمر لقينا حجرون هالقد اقسم بالله كان حجره هالقد طلع طيب هلا ونزلت على شيء حدا شو كان صار فيه شوف هون طلع عين شوف هون اكثر شيء ميلي على هالبنايه بمرحلة قبل الزلزال وبعدين تطورت أكثر بعد الهزة اللي صارت بلشنا مع مجموعة ناشطين مع عالمين من منطقة مع طلاب من منطقة ومن غير مناطق عم تتضرر بالتركيز أكثر مع سكان هاي المنطقة بما أنها هي أكثر منطقة معرضة لأن المباني توقع النشطات يلي صرنا نعملها أما اجتماعات مع الناس ببيوتهم اجتماعات يعني للبناية لناس بيعرفون مع غيرهم نتناقش منه شو ممكن نعمل منطقة الإب ظهر البغر اجت علي احداث السنتين البيوت تدمرت اكلت دعك كثير اجت المرحله الثانيه اللي هي مع النظام السوري نفس الشيء اكلت قصف اكثر ما انت بتتصور قصف اكثر ما انت بتتصور يعني قد بتشوف هذا وبيوت تدمرت والى اخره وما زالت مدمره يعني واجت العوامل الطبيعيه الهزات والزلازل لعبت كمان في هذا والدولة كانت نسيتها بالمرة على الآخر يعني كان مضروب هذا البيت كمان نزل على سيروك بالأحداث أربع بعمار يصار بالزمان ونقصبت هذه المنطقة كلها سوا وظلت مثل ما هي ما حدا يعمل شيء وهلا اجت الهزة كمان قضت عليها مع المي صرت في تهريب مي صد على المبنى كله طلعت مع لجنة الحق بالسكن هيدي السنة لأجي اكشف على هالمنطقة وشوف الإهراءات الموجودة مع الشباب والمواطنين بالطرابلس شفنا كثير اشياء كثير اشياء ما يعني ما خرج يكون الناس عايشه فيها كبيوت كشوارع اساسا صار 15 سنه بقطع من هذا الشارع اذا ما اكثر الجوره بعدها نفسها ذاتها طرقات ما بتتزفت فضلت سنتين وقت البنايه واضطروا ينزلوا البنايه اللي جنبه بسبب تصدعات اللي صارت ويومتها توفت الطفله جومانا ديكو من بعدها يعني حسينا انه بنياتنا كلها فيها تصدعات اجوا مثلا جمعيات شافوا واجوا كمان حتى منسيم البلدية يعني حاولوا يكسروا قالوا لانه ما في شيء بعد ما اجوا المهندسين وكذا بعد 3 شهور وقع هذا الحيط وتوفت مرة هون قدمنا عريضة للبلدية بس كله حكي ودغري حكيها بوضوح الرئيس يعني انه منو قادرين البلدية تعمل اي شيء يعني بده الناس ايادي بيضاء انه نواب وزراء كذا حدا يتبرع بهالشيء جمعيات اي شيء يعني ما وقع السقف علي وعلى راسي على ظهري كلها اللي داري قزه وايدي كله قلت الدنيا عم تشتت لا قومي عملت هيك دار السقف هو كان عهو ما عم بيطقطق شو يجيني مثل صوت الشتاء كيف اذا الشتاء عم تشتي هيك فهون على 12:05 بالضبط وقع السقف علي وعلى جوزي. جوزي تعورت ايده وانكسر وضل 3 ايام بالمشفى، انا تعورت اجري وظهري، اجت الدركة علي قال ممنوع تشتغلي اي شيء الا ما تجيبي ورقة نظامية من البلدية. فقلت لهم انا مقدمة للبلدية وضلوا يعذبوني فيها لبعد ما وقع السقف علي حتى اعطوني ورقة الترميم. منطقة ظهر المغرب منطقة أثرية، مفترض كدولة بتحترم حوالها ترممها. منطقة أثرية إلى تاريخ صلاح الدين الأيوبي اللي إجا من هون فتح القلعة من هون من هذا الشيء اللي إحنا أنا قاعد فيه من هون فتح القلعة شو المفروض دولة لو بتحترم قرار شو بتعمل فيها لهيدي المنطقة بس ما بدي أنا بتتدمر المنطقة بشي عوامل طبيعية هزة أو شيء تنزل البيوت بيجي أبو ماهر السيد أبو ماهر بيشتري العقارات وبيعمرها طلع أنت ما إحنا مطلطة للمنطقة لما صارت الهزة الكبيرة اللي بسنتين هون بلبنان بسبب تركيا واجت على لبنان انا قلت لمرتي وليدي روحوا اهربوا ما قبلوا عبطنا بعضنا البعض وصاروا يبكوا ونقشهد بدنا نموت سوا يعني وما زيلوا حديت هلا هيك وما بس انا سكان البنية نفس الشيء وبنيتي اللي جنبي نفس الشيء وين بدي يروحوا عند مين بدي يروحوا والدولة منها سألانة عنا